الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقد جاء جميع الأنبياء والمرسلين بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى في أول مقام، من أول نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام إلى خيرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولذلك أخواننا، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة جميع الأنبياء والمرسلين قائمة على أصلين: بيان توحيد الله أولا، ثم بيان الشرك والضلال وكشفه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن معنى قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ذا التوحيد، واجتنبوا الطاغوت. قال العلماء: والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله جل وعلا. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم مع قول لا إله إلا الله أن يعتقد بطلان عبادة ما عبد من دون الله. يعني أول حاجة تعبد ربنا سبحانه وتعالى وتقول هذه الكلمة ليس قولا فقط بل لسان، لأنه لو في زول قال لنا كونك تقول لا إله إلا الله بلسانك فقط كفاية، نقول له والمنافقين ذات بيقولوا لا إله إلا الله. المنافقين هل هم من المسلمين؟ لا، ربنا قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك شنو؟ لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين شنو؟ لكاذبون. فما بتنفعهم شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن مجرد القول لا يكفي، حتى يتبع القول بالعمل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله جل وعلا. وده يا أخواننا الموضوع، ربنا سبحانه وتعالى من أجله خلق السماوات والأرض وخلق البشر وخلق الجن وخلق المخلوقات كلها من أجل أن يقيموا هذا الدين الذي هو التوحيد، الذي هو صرف العبادة لله عز وجل وحده، وأن يكفر
بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك اخواننا نحن حربنا ودعوتنا للناس دعوة فيها خير للناس، لان اخواننا الانسان لو مات، لو هو مات وهو زاني، ولو مات وهو شارب للخمر، ولو مات وهو واقع في جميع المعاصي ما خلا الكفر والشرك بالله، ثم لقي الله فعسى الله أن يغفر ذنوبه. ممكن ربنا يغفر لك؟ ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وربنا سبحانه وتعالى قال الزول اللي بيشرك بالله الجنة عليه حرام. ربنا سبحانه وتعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ونحن أخواننا لما نتكلم في الموضوع ده والله قصدنا الخير للناس المساكين، وإن خدعوا بالقصائد، إن خدعوا بقصائد تخالف كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا موضوعنا معهم ما هلال المريخ، عرفتها؟ لان اخواننا بعض الناس بعد الحلقة تنتهي مثلا بيمشوا لحميدة بيجاي، ما تمشي لحميدة، ما عنده حاجة ذاته عشان تمشي له، فهمت؟ وده اخواننا ما من حقك انت، ما بيجوز لك انت لو بقيت زول عندك آية وحديث تغير بلسانك، التغيير باليد ده حق الحاكم ما حقنا نحن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره شنو؟ بيده. ده للحاكم، للحاكم. قال فمن لم يستطع فشنو؟ فبلسانه. ده للزول اللي عنده الحجة واللي عنده الدليل. فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. انت مش عرفته على باطل لكن ما عندك حجة تمش وتفارق محل المنكر. لكن يا اخواننا نحن ما بندعو الناس، لما اخواننا الدعاة يتكلموا في حميدة ولا في البرعي ولا في التجانية ولا الختمية ولا غيرها من الطرق، ولا اخوان مسلمين ولا غيرهم، نحن ما بندعو الناس انه يمشي لهم هناك عشان تحصل مشاكل ولخبطة، لا لا، بل بندعوك انك تبعد منه لانه ممكن يركب لك شبهة، فهمت؟ بعد ما سمعت التوحيد وسمعت الحق وسمعت كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فارق وفوت منه بعيد، ابعد منه، لانه ربنا قال لك ابعد منه. ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. ما تمشي تقعد معه، فهمت؟ ولما ما تمشي تقعد معه ويلقى حلقته فاضية كده، ما انت خلاص جيحت الشغلة. لما يقعد كده ويلقى عنده 14 او 12 او 7 من الناس العجائز وقل في شنو ما فهم منه، ده الموضوع الدايرينه نحن ذات، فهمت؟ وده الموضوع الغايز الان وقرب حلقته علينا، فهمت؟ ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل، فهمت؟ فالناس يا اخواننا ما تشتغل به. الحلقة هنا انتهت، طوال امشي يصلي المغرب وامشي لولاداتك ونوم على التوحيد والسنة، وان مت ان شاء الله فانت على خير، فهمت؟ فما عندك بيو شغلة ما تمشي، تجي تحضر الشغل التوحيد النظيف الصافي والادلة من الايات والسنة، وابطال هذه الخرافات والضلالات من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دي قصيدة مصر المؤمنة. الكتاب منشور في السوق، ابيعوا في السوق، عرفتها؟ وهذه لا سمعتها بالميكروفون الان باذانك عديل، القصيده دي بتاعت البرعي، فهمت؟ قال فوقه انه تمسك في الميتين وتخلي رب العالمين، وانه الميتين ديل بيجيبوا لك الامان والامن، مصر المؤمنه باهل الله. من العنوان بتاعها غلط، غلط، لانه ربنا سبحانه وتعالى قال في جزء عمه والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب
إن كل نفس لما عليها شنو حافظ. ربنا سبحانه وتعالى قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وشنو وآمنهم من خوف. وإبراهيم عليه السلام لما قوم ناظروا قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عرفتها؟ فالقصيدة دي فيها من المخالفات إنه قال بدعوك يا الله بجميع عباد الله، يعني شرك بقدر شنو؟ بقدر عباد الله. وادعوك بالسيدة نفيستي وشعوانتي وزعموطتي كتار دعا بهم من دون الله سبحانه وتعالى. نرجع للقرآن ما تزعل أصله، نرجع للكتاب القرآن. ربنا قال شنو؟ ربنا قال لك لو داير تسأل ربنا سبحانه وتعالى شيء من الأمور، هل تدخل بيناتهم صالح تدخله؟ هل يجوز لك أن تقول يا الله يا الله بالنبي أقضي لي حاجتي؟ ها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله أها فلا تدعوا مع الله أحدا. لا ناهية، عرفنا ناهية كيف؟ لأن الناهية تجزم الفعل المضارع، تدعو فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أحدا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، أي أحد سواء كان ملك سواء كان نبي سواء كان صالح سواء كان صحابي سواء كان الأئمة الأربعة سواء كان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سواء كان غيره جن شيطان، ما تدعو مع الله أحد. أديك آية ثانية، ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم شنو غافلون، ميتين ما سامعين، أموات غير أحياء أها وما يشعرون أيانا يبعثون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وربنا قال لسيد البشر الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال له فلا تدعو، دي برضو لا ناهية لأنه تدعو ها ده فعل مضارع شنو ها ده فعل مضارع مجزوم فهمت. فلا تدعو من دون الله الرسل الله ولا دون الله الصالحين الصحابة كويس، فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا شنو من الظالمين. آيات كثيرة في سورة الأنعام قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا أها تقول يا أبويا الشيخ حسن وتحسونا يا أبويا الشيخ فلان بينفعوك ما بينفعوك. ربنا سبحانه وتعالى قال قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا دردة بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. آيات كثيرة جدا، عشان كده ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم كلم الناس كلمهم قل أغير الله أتخذ وليا أها فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم ده في قراءة ولا يطعم ده في قراءة قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن
من المشركين. وللأسف الشديد المنهج بتاع الصوفية الليلة الشرك اللي بينشروه في قصائدهم وفي كتبهم وفي مصنفاتهم أشد شركا من شرك المشركين الأوائل. للأسف الشديد يا أخوانا مخلوق بني آدم هنا يجي يقول لك أنا الجليس، الكتاب ده بيقروه في المولد النور البراق، أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. كلام ده حكم جنون، ها؟ إبليس قال الكلام ده، الملائكة قالت الكلام ده حاشا، الرسل عليهم الصلاة والسلام قالوا الكلام ده حاشاهم، ما في زول بيقول كلام زي ده، ها؟ واحد تاني يجي يقول لك وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي. قال لك كم رملة أنا بكب لك؟ ها 16 متر كنجر هنا رملة، تجي تحسب لي تقدر تعدها؟ ها؟ قال كم رملة عارفة؟ كم نبت عارفة؟ مش كده، كم موج عارفة؟ الموجة الموج لما يكون البحر جاري، قال لك الشيخ كل الحاسبين، ها؟ مش كده، قال وأعلم علم الله أحصي حروفه. أحصيها معناها شنو؟ معناها مكملة كلها، أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي. عشان كده أخواننا نحن دعوتنا للناس إنه تنقذ رقبتك وتنقذ روحك، وإذا ما صحت عقيدتك ما بيصح عليك أي عمل من الأعمال. ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه شنو؟ هباء شنو؟ منثورة. بعدين لو أنت داير، لو أنت داير شفاعة صلى الله عليه وسلم وهو الشافع المشفع عليه الصلاة والسلام ما تجب الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال وإنها، ركز في الموضوع ده تمام، نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي شنو؟ لا يشرك بالله شيئا. لأن أخواننا الشرك ده مسخة، الشرك إذا دخل مع العمل هبط العمل وبطل وذهب ثوابه. عشان كده دائما نحن بنركز في الحلقات دي على العقيدة الصحيحة، لأن أخواننا الناس ابتلوا بانتشار مظاهر الشرك، الحجبات والبخرات، دعاء الفقراء من دون الله، الذهاب إلى القبور والأضرحة والأموات، وسؤال من دون الله سبحانه وتعالى. وإذا ما وريناهم الموضوع ده بنكون غشيناهم. لابد نوري الناس العقيدة الصحيحة. إذا سألت فاسأل الله، ما تتوكل على شيخ، ما في شيخ بيملك لك حاجة. ربنا قال واتخذوا من دوني آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم، خليك لك انت نفعا ولا ضرا، ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ناس ضعاف ضعاف، بيمرض بيبأس بيبزق، محتاج الأكل، محتاج المرة، محتاج القروش، ها؟ بيبرد بيجيوا المصائب. أنا أمشي ليه أتوكل على زول زي ده؟ أتوكل عليه زول سمعه محدود؟ لو الشيخ ده ملان 12 في 12 كويس، لكن سمعه محدود ما بحصلك. نفترض إنه بيلحق، نفترض إنه بيلحق، يلحق منه؟ زول في الغرب وزول في الشرق وزول في الشمال وزول في أمريكا، الطريقة التجانية تابعينها كم نفر؟ كلهم بينادوا الكولة وأحمد التجاني. أحمد التجاني لو داير يلحقك، يلحق الأربعة ديل، يلحقهم كيف؟ يا أخوانا الناس ما ترجع لربنا سبحانه وتعالى وترجع إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال وأن ينزل البركات
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو؟ بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عشان كده أخواننا الدعوة دي لبيان حق الله سبحانه وتعالى، ولكشف أهل الباطل والضلال الذين أخذوا حق الله سبحانه وتعالى. ولكن ليعلم الناس أن كلامنا بالحجة، ما بنمد إيدنا على زول، ولا لما الحلقة تنتهي ما تمشي للبيجاي ده. نحن لو الزول ده جاهز لمناظرة بشي قانوني، والله حبابك مليار مناظرة في أي موضوع في راسك، شفته؟ لبيان الحق بالدليل من الكتاب والسنة. نتكلم في التوحيد، نتكلم في الطرق الصوفية، نتكلم في صفات الله سبحانه وتعالى، مناظرة في الحجبات في البخرات، ما عندنا مشكلة. مش دبروا شيوخ الطرق الصوفية في السودان تشد مناظرة واحد خمسة دقائق لنا وعشرة دقائق لهم، جاهزين؟ ما عندنا مشكلة، جاهزين. لكن يا اخواننا الرسالة دي انا قلتها عشان الناس تعرف انه نحنا ما جايين هنا نحمس الناس ولا نجي نحرشهم على اساس ان نمشي ضارب زول ولا كده. دعوتنا دي يا اخواننا بالكلام، بس بالكلام. الشيء الثاني داك حق الحاكم، ده ما حقنا نحنا. فالناس تبقى واعية وتبقى عاقلة، وتواصل الحلقات وتجي تسمع التوحيد، وسمعت حلقة هنا بلغة طوالي، حتى لو كنت بتسف بما معصية، مش أبزغ السفة كده أقول له الشغلة دي شرك، حجبات شرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولى شنو؟ شرك. ده كلامنا نحن ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتها؟ فتبلغ التوحيد زي ما عملوا ناس زين دعاية اني تايم أي زمان وأي مكان. نحن التوحيد أي زمان وأي مكان، في العربية، في الشارع، في امتى، في غيرهم، فتبين الحق للناس وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نتلاقى في يوم الخميس، جزاكم الله.